أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم تتناول الفساد في المحليات. الفساد في المحليات يمكن من أيام زكريا عزمي وهو بيقول الفساد للركب. إحنا فعلا بنئن وبنشتكي ومر الشكوى من المحليات وما يحدث داخل المحليات من فساد. كلمنا كتير، والرئيس السيسي يمكن نادى أكثر من مرة، والنهاردة يمكن في هذه الحلقة كان لابد أن نلتقي بأحد الشباب اللي هو نادى بيهم الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب أن يكونوا من القيادات الواعدة، ولذلك كان لابد أن نلتقي بالدكتور أحمد فتحي صيدلي ليتحدث معنا عن الفساد في أكثر من مكان وفي أكثر من منطقة، لنضع النقاط على الحروف في هذه الحلقة. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. أولا يعني إحنا يمكن التقينا بحضرتك لأنه طبعا إحنا بنؤمن بالشباب الواعد وبما يعني يبثه الشباب داخل طاقته الكامنة. إحنا النهاردة بنتكلم عن الفساد وإحنا من داخل قرية أمحة تحديدا التابعة لمركز الدلنجات. الفساد عندكم أخباره إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هنتحدث من منطلق اللي نادى به سيادة الرئيس، لابد من تطهير الدولة من جذور الفساد التي تغلغلت داخل الدولة، وكما نواجه حربا ضد الإرهاب خارجية وداخلية فنحن نواجه حربا شرسة ضد الفساد في البلد. تمام. يمكن انتوا عندكم يعني في حاجات انا حاسس انه يعني من خلال الاستغاثه اللي انت عملتها في جريده المسا في فساد واضح وظاهر، ممكن تكلمنا عن هذه الواقعه تحديدا؟ اولا يا فندم انا مش عاوز اخص واقعه محدده عشان ما يكونش الموضوع شخصيا اكتر ما موضوع مش عايز تشخصن الامور بالظبط، لان يتطلب عليا كمواطن مصري قبل ان اكون شاب مصري قبل ان اكون لي مظلمه من الدوله او من فساد الاداره المحليه، أنا أتساءل عن فساد الإدارة المحلية وأخص الإدارة المحلية التابع لها بمركز الدلنجات محافظة البحيرة. تمام. الإدارات المحلية يمكن يعني سهلت في وجود ظاهرة فساد شهيرة وهي وجود صيدلية داخل محطة بنزين، وده أمر مضحك، أمر هزلي. ماذا تقول؟ تبدأ القصة منذ أكثر من 8 سنوات عندما قام أحد مالكي محطات البنزين بإقامة منشأة داخل محطة بما يخالف القانون ووسط غياب تام من الإدارة الهندسية التابع لها بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ولكن هناك أسئلة تطرح نفسها. صحيح. إذا كان هناك تواطؤ جزئي من المشرف الأدنى ولم يعلم به المسؤول الأعلى، صحيح، وهي ضمن اختصاصاته، فمن الذي منح ترخيص منشأة صيدلية داخل ترخيص محطة البنزين؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها على المشاهد. طيب بحكم حضرتك في المهنة وإن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله هتكون في مجال العمل بإذن الله، هل شروط التراخيص اللي موجودة بالنسبة للصيدلية تنطبق على مثل هذه الصيدلية؟ والله احنا يعني في هذا السؤال يعني في هذا الصدد بنوجه سؤال مباشر لوزير الصحة مباشرة، هل هناك قانون يسمح أو يمنع بإقامة صيدلية أو منشأة صيدلية داخل محطة بنزين؟ ووزارة البترول كمان. وهل هناك تعارض ما بين المواد البترولية والمواد الكيماوية؟ صحيح. وأين هيئة الاستثمار ووزارة البترول والتعدين من كل هذه المخالفات؟ نحن أمام واقعة تضم أكثر من وزارة، هي وزارة التنمية المحلية ووزارة التعدين والبترول ووزارة الصحة. قد يقول قائل إنه الصيدلية بعيدة عن السور بتاع البنزينة، لكن احنا الصورة قدامنا اهي دلوقتي، حضرتك شايف ان السور يعني موجود داخل، يعني هي داخل السور بتاع الصيدلية مش برا. يا فندم انا عاوز اطرح سؤال برضو، اذا كانت الصيدلية يعني بجوار المحطة فهل هناك ترخيص لها؟ نحن نرى امام الاعين الظاهرة ان الصيدلية والمنشآت داخل محطة البنزين ويحتضنها سور البنزينة. صحيح. فنحن بنسأل أسئلة كتيرة يعني على المشاهد وعلى السادة المسؤولين، يعني احنا عاوزين تقرير واضح شفاف من المسؤولين أمام هذه الجريمة وأمام هذا الفساد الظاهر. يعني السؤال اللي مطروح اللي بطرحه على حضرتك دلوقتي، هل المبنى نفسه اللي داخل اللي موجود في الصيدلية ده
أنشئ بترخيص ولا لا؟ والله احنا ممكن في الحالة دي تبقى للقانون ان احنا بنذهب للإدارة الهندسية انتوا يعني احنا بنذهب للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. القانون يمنع إقامة صيدلية او هناك محطات بنزين. وقانونا بالتحديد لكي لا اتعارض مع القانون ان هناك مجلس الفتوى والتشريع الخاص بوزارة الصحة اصدر قرارا طبقا لهيئة الفتوى والتشريع بوزارة الصحة انه لا يجوز إقامة صيدلية داخل او بجوار، وأحدد أنها بداخل وليست بالجوار، محطة بنزين لتعارض المواد البترولية مع المواد الكيماوية. فمن الذي سهل تلك هذه الإجراءات؟ صحيح صحيح. يعني السؤال المطروح دلوقتي أين الإدارة الهندسية، وهل هي فعلا يعني صدر لهذا المبنى يعني قرارات إزالة، وهل صدر لهذه الصيدلية قرارات إغلاق من قبل يعني نقابة الصيدلة نفسها؟ هل أخذ التصريح من أو ترخيص من النقابة؟ والله أنا مع حضرتك في هذا السؤال، وبنوجهه دايما للمسؤولين عن هذه جريمة الفساد مكتملة الأركان. أولا إحنا بنذهب لوزارة الصحة وبنطرح عليهم سؤال سيادتك لوزير الصحة مباشرة، هل طبقا للفترة والتشريع الصيدلية داخل نطاق البنزين؟ فطبعا هيرد علينا وزير الصحة مباشرة وهيقول لك أن الإدارة المحلية أرسلت إلي جوابا مختوما يقال فيه أن المبنى غير مخالف وغير خاضع لأملاك الدولة ولا مانع من الترخيص، وده طبعا مخالف للحقيقة، وهذا مخالف للقانون. ونطرح والسؤال يطرح نفسه، هل المبنى كما قيل أنه خارج نطاق أملاك الدولة وخارج نطاق البنزينة، وهل المعاينات التي تمت عندما نعاين على أرض الواقع ونحن نعلم أن هناك إجراءات فعلية قد تحركت على أرض الواقع من جهات عديدة لبحث هذه القضية، لأنها كما قلنا تتناول أكثر من نظار. دكتور أحمد، أنت قلت كلمة في سياق كلامك وهي أملاك الدولة، هل هذه المحطة وما عليها من مباني مقامة على أملاك دولة؟ والله أنا هقول لسيادتك ورجعنا المسؤولين في ذلك نما إلى علمنا منذ قديم الأزل، وأكده في الفترة الأخيرة. حضرتك عايش في المنطقة أعتقد من زمان، يعني أن هذه البقعة وهي بقعة مقابلة لمنزلنا منذ قديم الأزل هي تخص أراضي أملاك الدولة، وبالفعل تأكدنا من ذلك. فعلى مسؤولين أملاك الدولة، ونحن لن نشكك في أحد ولن نشكك في نزاهة أي منهم، ولكن نطالب بلجان مكبرة من القاهرة لبحث من أملاك الدولة بالقاهرة فتح هذا الملف، لأن هناك الواضح أمامنا لو كان هناك تحرك من المسؤولين على مستوى المحافظة ما تمت هذه الجريمة. أنا من خلال برنامج أسرار البلد بوجه نداء للمهندس الناشط إبراهيم محلب، بقول له أنت من حقك، أنت اللي منوط بحضرتك إعادة حق الشعب، وأعتقد أن هذه المساحة لو كانت فعلا أملاك دولة لابد أن تعود إلى الدولة، ولابد أن تتحرك الأجهزة في محافظة البحيرة وعلى رأسهم المهندسة نادي عبده اللي أنا أعرف تماما أنها نشطة جدا وتستطيع أن يعني تزن الأمور، وأطالب بفتح هذا الملف. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعنا ومعكم الدكتور أحمد فتحي، بنتحدث معه كشاب واعد من شباب قرية قمحة ومن شباب واعد من مركز الدلنجات بحيرة، عشان يكلمنا عن الفساد في المحليات. يمكن حد في المشاهدين يسأل يعني اشمعنى هذا الشاب ولماذا اخترته مثل هذا الشاب؟ هذا الشاب أصلا كان عامل استغاثة من هذا الفساد داخل جريدة مشهورة جدا وهي جريدة المسا، لذلك جئنا لنستكمل معه الحوار عن الفساد في المحليات. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور. أهلا بسيادتك. الله يخليك. كنا بنطالب قبل الفاصل المهندسة نادي عبده أنها تفتح الملف، إيه رأي سعادتك؟ والله أنا أكلم سيادتك على أن بداية الموضوع قبل مجيء يعني السيدة نادي عبده بسنوات إلى محافظة البحيرة بسنوات وقبل مجيء يعني إحنا مش عايز نحملها هذا الملف، مش كده؟ طبعا لكن هي مسؤولة أمام حاليا وأمام كل مواطن مصري عن إيضاح وبيان تقريرا شفافا واضحا بشأن هذا الملف. صحيح. لأن الاستغاثة قد قدمت إليها مباشرة. طبعا طبعا.
طيب هل حضرتك يعني وأهل البلد هنا حاسين انه فعلا يعني انه املاك الدوله يعني بتضيع وانه في بعض الناس بيستولوا على املاك الدوله ما زالوا موجودين؟ والله يا فندم انا يعني انا في هذا الصدد انا بوجه شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه يعني نادى وتحرك الى يعني بخص محافظه البحيره السيد محافظ البحيره السيده محافظ البحيره السيده المهندسه ناديه عبده ومدير الامن والمنطقه الشماليه العسكريه للمساعده في اي اجراءات، ولكن طبعا هناك اوراق تحول دون الاجراءات، فهناك املاك دوله ظاهره واضحه وهناك اوراق تلاعب في اوراق يحيل ما بين التنفيذ، فلا بد من تشكيل لجان مختصه تكتمل مع لجان المهندس ابراهيم محلب لتوافق وتكامل. نعم هناك تباطؤ في اجراءات وهناك تلاعب باوراق، مركز الدلنجات يضم أكثر من أراضي دولة، هناك قطعة أرض تقدر بحوالي 23 ألف فدان بعزبة مجاورة أو بقرية مجاورة لمركز الدلنجات. نعم الملف فتح على الملأ ولكن لم يخصص، وهناك تباطؤ في الإجراءات، وأعيد هناك تباطؤ في الإجراءات وهناك تلاعب في الأوراق. دكتور أحمد، هل القانون هنا عندكم بيطبق على الصغير وما بيطبقش على الكبير ولا إيه؟ والله يا فندم أنا بطلب من سيادتك عشان السؤال ده يوضح يعني إن حضرتك تعرض بعض الصور اللي أنا همت سيادتك بيها ما بين الاستغاثة وما بين ما تم من الاستغاثة ومن نهوض الدولة ما تم من الإزالة، وخص بالذكر أمس الموافق ليوم الاثنين طبعا 16/10/2017 برضو عشان كله يكون متابع معايا ما حدث في مركز الدلنجات المدينة من إزالات نقول أنها غاشمة ولكن في الحقيقة أنها هادفة وواعدة وتخص أملاك الدولة وفي محلها، وإن كانت طبقت على الفقراء أولا وهناك من المسؤولين من يصول ويجول حول المركز الذي قيمت من خلاله الشكوى والاستغاثة وترك الأساس الذي نشرنا بصدده. يعني حضرتك حركته بس يعني المكان لكن الهدف لم يتحقق، يعني المكان اللي حضرتك صورته في جريدة المساء ما حدش جه ناحيته. تمام يا فندم، انت حضرتك هتعرض الصور دلوقتي يعني وانا مش عاوز خلي المشاهد يعني يشوف خلي المشاهد يشوف يعني الفرق، يعني هل تطبق القوانين على الفقراء وتترك الاغنياء؟ هل طبقت على البسطاء والفقراء وتركت اصحاب السلطه والمال؟ لابد من اجابات واضحه وشفافه. والله احنا بنطرح للمواطن قبل، لابد من اجابات واضحه وشفافه للمواطن قبل المسؤول. ما يحدث صحيح. الان هي اجابات للمسؤولين وليس للمواطن. صحيح. صحيح. اختيار البسطاء والغلابه وترك اصحاب السلطه والمال، فهذا يرد على استغاثه للمسؤول ولا يرد على استجابات الشباب من المواطنين. والله احنا مع حضرتك انه لابد ان تتحرك المهندسه ناديه عبده لتنفيذ قرارات الازاله الصادره لمثل هذه المخالفات على الكبير والصغير، وانا واثق انها طبعا لن تألو جهدا في التواصل واعاده الحق للشعب مره اخرى. دكتور احمد، احنا عايزينك توجه رساله يعني للمهندسه ناديه عبده، بتقول لها ايه من خلال برنامج اسرار البلد؟ انا بوجه رساله للمهندسه ناديه عبده، وانا طبعا بسمن يعني وقتها الثمينه التي جاءت مع احتفال اليوم العالمي للمراه تزامنا ايضا مع تولي المهندسة سلوى زكي رئاسة مجلس ومدينة دلنجات، وأنا في هذه الصدد أوجه إليهم الشكر، ونحن نعلم جيدا أنهم يحاربون ويقاومون ملف فساد ومافيا فساد هي أكبر بكثير من كل المسؤولين، ولكن في رسالتي أحب أن أذكرهم الاثنين أن هناك إنشاءات تمت جديدة منذ شهرين وضحت في جريدة المساء بشأن محل مقام جديد، وهناك إزالة من مديرية الأمن والمحافظة هي من يوم الاثنين الى يوم الخميس، ولكن لا نرى قرار ازاله من هنا الى هناك وتباطؤ وتعسف وتعمد واضح في الاجراءات، اين المسؤول عن ترك هذا وذاك الى ان يقام على املاك الدوله؟ سعادتك يعني واضح انه هناك يعني مش عايز اسال السؤال ده، هو المكان ده مسنود بحد ولا يا دكتور؟ والله يعني اكيد طبعا طالما يعني القانون ما جاش ناحيتنا هنا يبقى المكان ده مسنود بحد. والله حضرتك احنا يعني احنا بنسال يعني نتهيألي السيد الرئيس قال احنا ما بنخافش واحنا فوق القانون كله. وقال البلد مش طابونه. تمام، فاحنا بنسالوهم يعني سيادتك احنا بنحط نفسنا امام مدافع الفساد، وسيادتك يا سياده الرئيس انا بنوجه للسيد وزيرتك احنا حاطين نفسنا امام مدافع الفساد وبنوضح وبنظهر وبنكشف كما يعني وجه الينا الفساد،
انتم فين؟ من الذي وراء؟ انا بتساءل من الذي وراء هذا الملف؟ من؟ هل هناك احد فوق السلطة وفوق القانون؟ هل هناك احد فوق تنفيذ القانون؟ من الذي يدفع للتعسف في قرار إزالة؟ من الذي يساعد على إتمام الإنشاء؟ كل هذه أسئلة تطرح. سعادتك كنت قلت لي قبل الفاصل ان انت مع مجموعة من الشباب بتعملوا صفحة تقريبا هتسموها معا ضد الفساد، الكلام ده ايه اخباره؟ تمام، انا مشترك طبعا بصفحة المستشار محمد يحيى عياد في صفحة ضد الفساد والمفسدين. ولكن نحن نبادر كشباب مركز الدلنجات اولا وكشباب مصر ثانيا بانشاء صفحة، بل وانشاء تكتل بعد موافقة القانون ضد الفسادة ولإظهار جميع الملفات. نحن لا نستعرض بروز عضلاتنا، ولكن نود أن تطهر البلد بعد معاناة الشعب المصري التي يعانيها والتي هو متحملة لتفهم الإجراءات الصعبة التي قام بها السيد الرئيس. دكتور أحمد، هل تتمنى حضور مؤتمر الرئيس السيسي القادم إن شاء الله مع الشباب ورؤيتك إن شاء الله؟ والله طبعا احنا سيادتك برضه عشان يبقى يعني انا مش عاوز ادي دعاية لحد، لان انا يعني من ضمن قائمة في حب مصر المحليات يعني رشحت وحضرت مؤتمر قبل ذلك في بورسعيد، وحضرت مؤتمر بالمدينة الشبابية بأبو قير، ولكن نحي هذا لان هذا كله في بناء البلد. ولكن إذا طلب مني أن أشارك في منتدى شباب العالم أو أي منتدى، فأنا مثل أي شاب مصري لن أتأخر، وأنا لست أفضل من أحد، بل يكون هناك من خلف الستار من هو أفضل مني. طب رسالتك للرئيس السيسي من خلالنا بتقول له إيه النهاردة؟ أنا بوجه رسالة مباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نقدر ونسمن المجهود والتضحية بوطنيته من أجل القرارات الصعبة، وأننا نعيش المستقبل قبل الواقع والواقع أيضا قبل المستقبل بالتزامن، وبطالب سيادته بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بتر جذور الفساد من مؤسسات الدولة. وأيضا بوجه رسالة لسيادته، بل مش رسالة، أمر بوجه رسالة للسيد الرئيس وأمر عبد الفتاح السيسي كما عودنا بأننا لا نخاف، أن يعطي إشارة إلى اللواء محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية بفحص جميع ملفات أوراق أملاك الدولة على مركز ومجلس ومركز مدينة الدلنجات وصحتها من عدمه ومعاينة على أرض الواقع. احنا طبعا يعني ما نقدرش نختم هذه الحلقة بدون ما نوجه رسالة لوزير التنمية المحلية وهو المسؤول عن ملف الفساد، بتقول له ايه سعادتك في نهاية اللقاء؟ انا بقول للسيد وزير التنمية المحلية ان عليه بكل ثقة وبكل عزة وبكل تواضع، نحن نقدر ما تقوم به وانك تحملت كل الفساد طيلة 30 عاما، ولكن على وزير التنمية المحلية أن يستقبل رسالة متواضعة من شاب مصري نبع من قرية قبل أن ينبع من المدينة، أنك يا سيادة الوزير عليك أن تنحني شرفا وعزة أمام هؤلاء الشباب الأبطال الشرفاء الذين يضعون أنفسهم أمام مدافع الفساد، وأن تقوم بإظهار وإيضاح تقريرا واضحا شفافا إلى عموم الشعب المصري والمواطنين قبل المسؤولين عن هذه المهزلة وهذه الجريمة التي تحدث في فساد الإدارة المحلية. هنهي معك اللقاء بهذه الجريمة وأقول أن هناك جريمة فساد يجب على الدولة أن يعني تقوم بتطهير هذا الملف وأن تمحي أثار هذه الجريمة من قرية قمحة بمركز الدلنجات بحيرة. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد فتحي، شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم. ونتمنى طبعا من المهندسة نادي عبدو ونتمنى من المسؤولين فتح هذا الملف حتى يعني يستطيع الشباب إن هم يعني يفكروا وفعلا ينطلقوا إلى الأمام في مؤتمرات الرئيس القادمة، لأنه شعار المرحلة القادمة معا ضد الفساد. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.